المادية بقت أهم حاجة في العالم، ما عادش فيه قيم، إيه اللي يخليني ألتزم وألزم نفسي بيها؟ سألتني عن القيم وإيه لازمتها، وأنا شايف إن المادة هي اللي بتحكم كل حاجة حواليا. الحقيقة مش المادة هي اللي بتحكم كل حاجة حواليا. صحيح المادة بتبقى غالبة على الناس، بس هي مش حاكمة. المادة الناس بتستعملها عشان تقدر تمشي حياتهم. محدش قال في الدنيا إن المادة ملهاش أهمية، بس في نفس الوقت بنقول إن المادة وسيلة مش غاية. القيم هي اللي بتصنع حياة ليها غاية وليها مقصد، فتخلي الحياة ليها قيمة. أما لما نخلي حياتنا تتحول إلى المادية، وتتحول المادية هي الغاية، فأنت خلاص حولت الوسيلة إلى غاية، وأفسدت حياتك وقضيت على المعاني الراقية اللي ممكن تكون في حياتك. خلينا نقول بشكل واضح، من لا قيم له لا قيمة له. يعني ايه الكلام ده؟ ان الانسان بيعيش بقيمه عشان يحافظ على انسانيته، والمادة بتحوله الى سلعة، ويتحول بشكل بسيط الى اي مخلوق من المخلوقات اللي هي مسخرة. الانسان اذا فقد قيمه فقد كرامته. ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر. الانسان بلا قيم بيفقد المزية اللي ربنا سبحانه وتعالى عيشه بيها وكرمه بيها، وهو إن يكون محل للمعاني الراقية التي أتت من عند الله. العلم كان قيمة ربنا سبحانه وتعالى علمه لآدم، وعشان كده آدم أصبح مكرم. القيم هي مناط التكريم في الإنسان. حافظ على قيمك عشان تفضل إنسان مكرم. اللهم اجعلنا دائما من أهل القيم حتى نقوم بما أقمتنا فيه من الحفاظ على مقاصد الخلق. اللهم آمين.